في مقر بنك الاستثمار القومي وبرعايته تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتطوير استوديوهات مازبيرو ومدها بأحدث التقنيات. احنا بنمتلك مراكز بحثية وإمكانيات تكنولوجية في عدد 16 شركة ومركزين كبار بيمتلكوا أحدث ما في العصر من تكنولوجيا. لغاية دلوقتي احنا الأسبوع الجاي إن شاء الله هنقعد مع الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، هنعرف المطالب بتاعته وإن شاء الله نحط خطة لتطوير هذه الاستوديوهات وهذه المعدات. اتفقنا انه الانتاج الحربي يساعدنا في الصيانة، في توريد اي قطع غيار يقدر هو ينفذها. احنا في مرحلة دلوقتي محتاجين محطات الارسال، محتاجة صيانة، محتاجة قطع غيار، الاستوديوهات برضو فيها بعض المشاكل. بموجب هذا البروتوكول يدفع بنك الاستثمار القومي الى الهيئة القومية للانتاج الحربي نيابة عن اتحاد الاذاعة والتلفزيون مقابل خدمة التطوير والصيانة. احنا ترس صغير وسط مجموعة تروس في هذه الدولة، والله لو قدرنا نوفق ان الدولة تستفاد من اجهزتها بشكل اقتصادي وبشكل محترم احنا بنبقى داعمين لهذا بشكل او باخر. محتاجين تشغيل استوديوهات واحتياجات كتيره واساسات ومعدات وحاجات منوط بيها بانتاجها بشكل جيد جدا الهيئه القوميه للانتاج الحربي، فهو كده البنك الاستثمار جمع بيننا الحمد لله، وهذا البروتوكول هيعود بالنفع الجيد جيد على الاتحاد والتلفزيون.